فوق الشبهات، مرحبا بكم. شبهة اليوم: عمر نبي الله نوح. هذا البرنامج برعاية معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية. يقول الإشكال: إن حياة جسم الإنسان معروفة ومحددة جينيا، فكيف عاش جسم نوح في هذه الحياة المادية كل تلك الفترة التي يذكرها القرآن أو النصوص الدينية؟ الجواب: عمر الإنسان في الماضي معروف علميا وبدقة، حيث أن جينات الإنسان معروفة اليوم بتفصيل لا بأس به، والعلماء يعرفون السبب الجيني ولماذا ومتى تهرم الخلايا وينهار جسم الإنسان، وهم يجرون بحوثا في محاولة لإحداث طفر جيني لإطالة عمر الإنسان، وهو أمر ممكن الوصول له يوما ما. وبالتالي فهم أيضا يعرفون بصورة قطعية أن الإنسان في زمن نوح عليه السلام وقبله لم يكن يعيش 1000 عام ولا حتى أي رقم قريب من هذا الرقم، تماما كما تعرف أنت طول المسطرة التي في يدك. لكن مسألة عمر نوح أو غيرها من المسائل التي تخالف الواقع العلمي لا تصلح للإشكال على ما أثبتناه وهو وجود إله، لأننا نستطيع أن نقول باختصار شديد: لا إشكال أن يجري الله المعجزات وإن كان بعضها يخالف الواقع العلمي، لأنها حالات فردية هدفها وضع الإنسانية الآدمية في بداياتها على طريق الإيمان بإله خالق للكون. هذا طبعا مع أن بعضها ليست معجزات، وإنما قضايا صعبة الفهم على من لا يعرف لغة المتكلم بها، فلغة القرآن لا يفهمها من لا يعرف العوالم العلوية التي نزل منها القرآن. ولتوضيح المسألة علميا أقول باختصار: إنما يراه المراقب الخارجي للمنظومة الفيزيائية يختلف عما يراه المراقب الداخلي من المنظومة، وبالتالي عند حصول تمدد أو تقلص مثلا في المنظومة الفيزيائية ستكون قياسات المراقب الموجود داخل المنظومة مختلفة تماما عن قياسات المراقب الخارجي. والسبب أن المراقب الداخلي هو جزء من المنظومة، بالتالي فهو مشمول بتمدد وتقلص المنظومة، وكذا معداته معدات قياسه مشمولة بتمدد وتقلص المنظومة، وهذا يجعله عاجزا عن معرفة أو قياس أي تغير شامل لكل المنظومة. وهذا لا يمنع إن كان لديه حياة نفسية كما هو حالنا أن يحس إحساسا نفسيا أن هناك تغيرا في المنظومة، أو أن هناك تسارع أو تباطؤ، كإحساس كثير من الناس اليوم بتسارع الزمن، مع أنهم عندما يقيسونه لا يجدونه قد تغير شيئا. وكمثال لتوضيح هذا الكلام، لنفترض أن إنسانا يعيش في غرفة ولديه أداة قياس طول مسطرة مثلا، وطلبنا منه قياس طول طاولة في الغرفة ومقارنة طوله مع طول وارتفاع الطاولة. لو فرضنا أن الغرفة وما فيها حصل لها تمدد منتظم شمل الجميع بنفس النسبة، فالآن لو طلبنا منه قياس طول الطاولة فسيجد أن الطول لم يتغير، وإذا طلبنا منه أن يقارن طوله مع طول وارتفاع الطاولة فلن يلحظ أي تغير، والسبب أنه تمدد وكذا مسطرة القياس بنفس نسبة تمدد الطاولة. إذا توضح هذا فيمكن فهم أن أي مراقب يمكنه القيام بالمراقبة من خارج المنظومة الكونية التي نعيش فيها ستكون قياساته مختلفة عن قياساتنا نحن الذين نعيش داخل المنظومة. فلو أن سلوك الكون المادي ككل تغير بصورة ما، بحيث أن الزمن كبعد كوني رابع تمدد أو تقلص، أو بلغة بسيطة تباطأ أو تعجل في المنظومة ككل، فلن نستطيع نحن قياسه ولا معرفة هذا التغير، لكن مراقبا يمكنه أن يراقب من الخارج خارج المنظومة الكونية التي نعيش فيها سيمكنه قياس هذا التغير.
وعندما يتكلم سيعطينا أرقاما تختلف عما قصناه نحن. وهذا باختصار يفسر لنا أن مراقبا من خارج المنظومة، الله سبحانه وتعالى أو الملائكة مثلا، عندما نسأله أو يتكلم عن عمر نوح وقومه فسيعطيك رقما يختلف عما تقيسه أنت الذي تعيش في داخل المنظومة. وعندما تطلب منه مقارنة عمر الإنسان اليوم وعمره قبل 15,000 عام فسيعطيك أرقاما مختلفة، مع أنك لا تجد أي اختلاف ملموس يمكن قياسه في الحدود المادية التي تعيش فيها. هذا البرنامج برعاية معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية.